إلى أي مدى يمكن أن تكون فرنسا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، خاصة أن هذه التكنولوجيا اليوم تعتبر تكنولوجيا ثورية في كل دول العالم؟ إذن في البداية نشير إلى أنه على هامش مؤتمر فيفا تيك صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـCNBC أن فرنسا تسعى اليوم بشكل كبير للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خاصة يعني بمجال التدريب والأبحاث في هذه التكنولوجيا التي أصبحت يعني ذات استراتيجية مهمة لكل دول العالم في العديد من القطاعات، من بينها الرعاية الطبية، التعليم، البنوك وغيرها. بالنسبة للدول المنافسة الأوروبية اليوم لفرنسا يعني بمجال الذكاء الاصطناعي، نذكر ألمانيا وبريطانيا. يعني في هذا الإطار نشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سبق وقال أن قطاع التكنولوجيا يعني هي من أولوياته لتنمية الاقتصاد البريطاني، وأيضا هو يحرص على تعاون الحكومة مع الشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات التحويلية ومن بينها الذكاء الاصطناعي. أيضا نشير إلى أن فرنسا اليوم يعني هي بصدد تدريب مواهب عالمية وبهذا المجال. وفي هذا الإطار أيضا نشير إلى أن هناك شركة ناشئة فرنسية تحت اسم ميسترول AI، هي تمكنت في بضع أسابيع يعني من جمع حوالي 105 ملايين يورو، وذلك كتمويلات للاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي. أيضا نشير إلى أن فرنسا يعني سبق وقالت أنها تسعى لوضع قواعد لتنظيم هذه التكنولوجيا مع مجموعة السبع يعني التي تضم كل من الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول. بالنسبة يعني اليوم للشركات التي تسيطر على يعني مجال الذكاء الاصطناعي، نذكر هي شركات أمريكية ويعني تتصدرها كل من مايكروسوفت وإنفيديا. نذكر أن إنفيديا استثمرت بحوالي 297 مليون دولار بالذكاء الاصطناعي بالعام 2022، وهذا يعني مكنها من أن تتخطى قيمتها السوقية التريليون دولار في العام 2023 في شهر مايو. أيضا نشير إلى أنه بالنسبة لشركة مايكروسوفت سبق وأعلنت أنها استثمرت حوالي 13 مليار دولار في أيضا الذكاء الاصطناعي مع شركة أوبن AI، وذلك لإضافة خدمة تشات GPT إلى محرك بحثها بينك. وبالتالي يبقى السؤال إلى أي مدى فعلا اليوم يمكن أن تكون فرنسا رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا؟